فالفار مع التحكيم مع الضغوط. فأنا من خلالك بحيي جدا إدارة النادي كابتن خطيب ولجنة الكورة أو لجنة التخطيط الجهاز الفني واللعيبة. أيوة. والكلام ده يا كابتن ما هوش نفاق. أنا ما بنافقش حد طول عمري والناس كلها عارفة عني كده. فأنا الجهد اللي الولاد بيبذلوه فوق طاقة البشر. أيوة. أنا عايز حد ما مش هيلعب كورة يطلع من اسكندرية للسويس مش هيلعب ماتشات ولا حاجة. يقعد بس كده في البيت. يقعد بس كده في الطيارة يعني يطلع من في العربية اسكندرية وبعدين يروح طالع على على السويس وبعدين يروح طالع على الجونة. وبعدين بقى ايه عايز ماتشات مع محاضرات مع تركيز مع ينزل مع تركيز الفرق التانية ودوافع الفرق التانية اللي بتلعبك بدوافع كبيرة. حتى كابتن لو هو حتى مش الماتش بالنسبة له غير مؤثر هو الماتش ده بالنسبة له هو البرواز اللي من خلاله بيعرض نفسه. وحتى انا دربت المحلة 3 سنين انا شفت الماتش المحلة والاهلي الولاد بتوع المحلة كانوا بيطيروا يعني كرة طبعا عندك هنا الولد بيطير ويروح واخد اجايه يروح داخل واخد ديانج يروح واخد يعني قوة والحماس كبيرة قوة وحماس جداً. غير طبيعية طبعا ودي حاجة بتسعدني طبعا بتسعدني ليه؟ لأن أنت طول ما أنت بتلعبني كده أنا هفضل بطل. لأنك أنت لو لعبتني بنوع من الهدوء أنا عمري ما هبقى بطل. أنا عايز دايما المنافس بتاعي بيبقى دايما بس من غير العنف والشراسة اللي احنا بنشوفها.